نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، راح لكتير وضل القليل. المدريد ب 13 دوري أبطال، ليفربول بستة، أما على السيتي وفياريال لحد الآن ولا مرة بتاريخهم. رح أعطيك هلأ إحصائيات سريعة عن المباراتين. ليفربول ما خسر بآخر 10 مباريات لعبها، وبنفس الوقت فياريال ما خسر بآخر 5 مباريات لعبها. تواجهوا قبل هيك الفريقين بنصف نهائي الدوري الأوروبي، فاز بالذهاب فياريال، أما بالإياب ففاز ليفربول. يقال عن أوناي إمري مدرب فياريال إنه هو مدرب كؤوس وضعيف بالدوريات، وزي ما شفنا فاجأنا بإقصاء يوفنتوس، والمفاجأة الكبرى طبعا كانت لما أقصى بايرن ميونخ. فهل ممكن يقصي ليفربول ويفاجئنا للمرة الثالثة بهذا الموسم؟ صراحة ما في إشي مستحيل، وخلونا نشوف. ونروح هلا على ريال مدريد ومانشستر سيتي. بآخر 3 مواجهات بين هدول الفريقين فاز السيتي فيهم كلهم. ريال مدريد في آخر 6 مباريات خارج أرضه ما خسر ولا مرة. ريال مدريد لازم يفوت هاي المباراة حاسب حساب كل تفكير وكل فلسفة من غوارديولا. أكبر غلط ممكن يعمله أنشيلوتي بهاي المباراة: 1 يترك مساحات بالخلف عند الدفاع، 2 يدافع بشكل كبير، ويترك الاستحواذ بشكل كامل لغوارديولا. وهلا رح نيجي للفقرة اللي أنت دائما تتوقع فيها مين رح يتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا 2022.